مؤتمر جنيف حول اليمن يراوح مكانه، فبعد تأخير دام أكثر من يوم وصل أخيراً وفد جماعة الحوثي وحلفائها إلى جنيف متهماً الطرف الآخر بعرقلة رحلته. وصلنا من صنعاء بعد رحلة شاقة وصعبة أخذت أكثر من 40 ساعة، ونحن نعرف من يقف وراء مثل هذا العملية وتأخيرنا لعدم إلغائنا بان كي مون يوم أمس. ورغم انعدام الثقة بين طرفي الصراع، بدت الأمم المتحدة متفائلة بقدرتها على تقريب وجهات النظر بينهما عبر المفاوضات غير المباشرة بوساطة أممية. المبعوث الدولي الخاص باليمن يتنقل بين الوفدين، وكلاهما موجود هنا ولديهما فرصة ذهبية لمحاولة حل هذه الأزمة. لكن ممثلي جماعة الحوثي صعدوا من لهجتهم عبر رفض الحوار مع وفد الحكومة اليمنية والمطالبة بحوار مباشر مع السعودية. طبعاً احنا كوفد متماسكين وعندنا رأي واحد بأنه لا حوار مع هؤلاء الغير شرعيين. وفيما تتعثر محادثات جنيف، تتواصل الغارات الجوية لطائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد مواقع الحوثيين وحلفائهم في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، في مؤشر واضح على صعوبة التوصل لحل سلمي سريع للأزمة اليمنية.